بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا جميعا بصحة وسلامة. نبدأ على بركة الله محاضرتنا الخامسة للـ Nonlinear System Analysis، وهي تتم للمحاضرة اللي فاتت حول Phase Plane Analysis. طبعا احنا أخذنا بشكل أولي How to Draw Phase Portrait، اللي هي Family أو مجموعة من التراجكتوريز ترسم على البلين اللي هو X1 X2 بلين أو الفيس بلين. هذه المجموعة من التراجكتوريز رسمها راح ينطيني صورة أفهم من خلالها تصرف السيستم في أماكن معينة، خاصة حول الإكوليبريوم بوينت. والإكوليبريوم بوينت هي عبارة عن نقطة بهذا البلين اللي نحكي عنه. طبعا احنا بدنا نرسم بالسكند اوردر سيستم مثل ما اتفقنا. فالفيس بورتريت طبعا ممكن ينرسم عن طريق باستخدام الحاسبة، عن طريق أحد البرامج مثل الماتلاب. ورسم الفيس بورتريت بالحاسبة أكيد راح يكون عملية أسرع، ويسمح لي أنه أتقدم أكثر بدراسة النون لينير سيستمز، خاصة النون لينير سيستمز الكومبلكس اللي تظهر بيها بعض الظواهر مثل الكايوس. اوكي، فالدراسه اكيد دراسه النون لينير سيستمز بهذا الشكل راح يكون اسهل واسرع، لكن هذا ما يمنع انه لابد ندرس او نفهم كيف يمكن لنا رسم او how to sketch the face portrait وان كان roughly لاي سيستم في في منطقه معينه من البلين. طبعا هذا الشيء راح يتيح لي انه ينطيني تصور للفيس بورتريت اولي للسيستم، وممكن اني اشوف فكرتي عن الفيس بورتريت، وبالنتيجه اني اقدر استنتج انه الكود اللي طلعت لي الاوتبوت او الفيس بورتريت بالحاسبه هي صحيحه منطقيه او لا. وهو نفس السبب اللي خلاكم تدرسون روت لوكاس شلون ترسموه لللينير سيستم، رغم وجود كود جاهزة هي function R locus بالماتلاب اللي ترسم لكم root locus بكل بساطة لأي system. أوكي، ف الفيس بورتريت طبعا هو يستخدم مثل ما عرفنا لدراسة ال behavior of a system سواء كان linear أو non-linear في مكان أو منطقة معينة بالplane، مثل حول الـ equilibrium points. طبعاً الـ equilibrium points اللي قلنا هي نقطة أو نقاط إن كانت linear system بالـ state plane، تحدد لي خصائص مهمة عن الـ stability. فمن خلال معرفة الـ face portrait وحركة الـ trajectories في أو حول الـ equilibrium point أقدر أستنتج الـ stability لهذا السيستم اللي في تلك المنطقة أو حول هذه الـ equilibrium point. بالنسبة لرسم الـ face portrait عندنا طرق analytical methods و graphical methods. الـ analytical method اللي احنا شفناها بالـ examples اللي حليناها بديش المحاضرة هي طرق لحل المعادلات التفاضلية، نحلها ومن نحلها نوجد X1 X2 ونحل بدلالة الزمن حتى نشيل الزمن. ليش؟ لأن أنا من أريد أرسم التراجكتري بالستيت بلين اللي هو بلين متكون بس من X1 و X2 ولا وجود للزمن. فأني من عندي X1 of T و X2 of T اللي هي بدلالة T، لازم أحل بدلالة T وأشيل من المعادلتين وأوجد فانكشنال تربط بين X1 و X2 فقط حتى أقدر أرسمها مثل ما شفنا بالإكزامبلز في المحاضرة اللي فاتت، ومن different initial condition. طبعاً أكو طريقة أخرى، ممكن مباشرة من X2 dot على X1 dot أقسمهم وأقدر أختصر الزمن إن أمكن. في جميع الأحوال إحنا راح يصير عندنا elimination of the time variable حتى نقدر نرسم X1 versus X2 أو X2 versus X1 ونرسم الـ trajectories from any initial condition، وبالنتيجة راح يطلع لي face portrait. هاي الطريقة اللي هي analytical اللي تعتمد على الحل الرياضي أكيد نستخدمها للأنظمة اللي هي relatively simple to solve، يعني differential equation اللي إلى حد ما سهلة الحل أو بإمكان حلها.
مثل الأنظمة اللي هي لينير، وأكو أنظمة special class من ال non-linear system اللي يسموه piecewise linear systems. طبعاً هذه مثلاً عندي نظام متكون من two systems linear، ولكن عندي switching بيناتهم. مرة أسوي switch على ال linear system number one، مرة أسوي switch على ال linear system number two وفق condition معين. صحيح هما two systems linear، لكن ال switching هذا اللي هو يشبه saturation اللي هي hard non-linearity تخلي السيستم الأوفرال non-linear. لكن هذا النوع من السيستم يسموه piecewise linear لأن لوجود linear systems داخله، إنه راح يتصرف عندي two linear systems ولكن بمنطقتين مختلفتين. هيك نوع من الأنظمة ممكن نستخدم لها هاي الطريقة الأناليتيكال، مثل الإكزامبل اللي ممكن تطلعون عليه بالمصدر رقم واحد. زين، الطرق الجرافيكال هي طرق ترسم لي التراجكتوريز بالفيس بلين بشكل ما يعتمد على اي حل رياضي، بشكل اندايركت يعني. وهذه الطرق واحده منها هي طريقه الايزوكلاين اللي ان شاء الله ناخذها بالمحاضره القادمه. طريقه اخرى هي تعتمد على الفيكتور فيلد دايجرام، واللي اخذنا بشكل اولي معلومات عنه من آخر المحاضرة اللي فاتت. الفكتور فيلد المستفيد من عنده بالرسم شنو؟ إنه at any point الفكتور فيلد يكون tangent أو مماسي لأي تراجكتري. هي هذا الشيء اللي راح نستند لو نرسم من خلاله الفيس بورتريت بهذه الطريقة اللي هي جرافيكال بدون حل طبعاً. زين، الفكتور فيلد حتى نتذكره اللي احنا حكينا عنه شوية بالمحاضرة اللي فاتت. أول شيء احنا منين ننطلق؟ ننطلق من معادلة السيستم التفاعلية اللي هي x dot equals f of x. طبعاً هذا هو second order autonomous system. x dot هي x1 dot و x2 dot vector، و f of x أيضاً هي vector متكون من f1 و f2. بما أنه احنا سدى نحكي عن state plane اللي متكون من two states x1 و x2، بهذا البلين اللي هو متكون من مجموعة من النقاط x لإحداثيات x1 و x2، حركة x إذا أريد أحركها راح تتحرك بسرعة باتجاه معين. هاي السرعة هي rate of change x dot اللي هي شنية اللي هي نفسها f of x. فأي نقطة بالبلين اللي هو x1 x2 بلين من أريد أحركها راح تتحرك بفيلوسيتي اللي هي x dot، يسموها x dot velocity vector. تنطلق من هذه النقطة باتجاه معين، هذا الاتجاه أو هذا المتجه هو نفسه ال f of x لأنه ال x dot هي velocity vector بالحقيقة. زين، إذا إحنا نقدر نتخيل أو نرسم ال أي فكتر من أي نقطة خلينا نسميها P1 إلى نقطة متجهة نحو النقطة الجديدة اللي هي P2 عن طريق الفكتر relationship اللي هي أي متجه هو عبارة عن الاتجاه اللي يربط بين نقطتين يعني P2 و P1. طبعا هذا جميع متجهات. زين، بما أنه إحنا نحكي بالstate plane والفكتر بالنسبة لنا هو الفكتر أو الفيلوسيتي فكتر f of x، فإذا f of x هو الفكتر اللي واصل بين نقطتين اللي هما ينطلق من p1 يتجه باتجاه p2. إذا our vector بالstate plane هو x dot اللي هو f of x اللي هو p2 minus p1. زين، إذا إحنا f of x بهاي الحالة هي عبارة عن فكتر منطلق من نقطة هي P1 إلى نقطة ثانية اسمها P2، وهذه P2 هي بالحقيقة من استنتجها من هذه المعادلة P2 تساوي F of X plus P1، لأن أنا عندي النقطة X اللي هي نسميها P1 حتى أعرف لوين تنطلق أو إلى أين تؤشر أو هذا الفكتر F of X وين راح يأخذها بالحقيقة. هو يأخذها إلى النقطة P2 اللي هي عبارة عن P1 plus F at P1، يعني أعوض بالF of X P1 حتى
خليها هنا واوجد المكان اللي تأشر لك يوني بالستيت بلاي.